اللي وقفت معاهم يا اسماعيل الشتاوي هم اللي منعوك من دخول ليبيا، اللي قتلوا اولادنا يا اسماعيل الشتاوي، واللي دمروا بيوتنا، واللي هتكوا اعراضنا، واللي وقفت معاهم انت يا اسماعيل الشتاوي، الذين انتهكوا عرض طرابلس واللي عايش فيها، واللي انت اصيبعي بالاسم يا اسماعيل الشتاوي، زي ما انا وفلي بالاسم، ما نعرفهاش من وليد، عمري ما سكنت فيه، ولا انت تعرف لا صابعه ولا عمرك سكنت فيه، طول عمرك في طرابلس. لكن يوم الهجوم على طرابلس لم اشهد لك موقف يا استاذ اسماعيل الشتاوي، ولا لا ادري هل تفضل استاذ ولا حاج، ما اعرف. عندما تم الاعتداء على طرابلس لم نرى منك اي موقف، بل رايناك تؤيد من هجموا على طرابلس، ومن استباحوا طرابلس، ومن انتهكوا طرابلس، ومن سنه وشهرين الحرب على طرابلس لم نشهد لك موقف. وبعدين جيت لطرابلس واستقبلوك، هذا موضوع انا مانيش حد طرابلس ولا من حد ليبيا، لكن سبحان الله من ايدتهم لانهم لانهم ظالمين، ولانهم قتلوا، ولانهم مجرمين، ومن اعان ظالما سلطه الله عليه. والحاجات هذه انت تؤمن بها ما تؤمنش اني منعها، لكن من اعان ظالما سلطه الله عليه. ووالله الذي لا اله الا هو، ان شاء الله ربي يطول في عمري وعمرك يا اسماعيل الشتاوي، حتشوفهم كيف يولوا على كل من سندهم، مش انت بس. طرابلس قلت عليها ميليشيات، وتدهور وتاكلوا وتشربوا واولادك ما شاء الله، وان شاء الله ما بالنسبه لي يعني هذا ما يعنينيش، راضي مش راضي هذه حاجه تخصني، لكن طرابلس انا مانيش وكيل ادم علي دريد، راجل عبر عن ارائي بكل شجاعه وبكل حريه وبرجوله ايضا وباصول ايضا، لكن تذبح بنغازي وتذبح درنا وتقول لي قاتلوا في الارهاب، نشهد بالله ما في ارهاب. جلال مخزوم وبوك العريبي ويسام بن حميد تشهد الله انهم مش ارهابيين، ومن قاتل وبو غفير ونصط عمر وشباب درنا ديسكا والمحترم اشهد الله انهم ما همش ارهابيين، ولكن وقفت معهم يا اسماعيل الشتاوي. راني نذكر فيك، او انا راني حتى لما ذكرت كل شيء ايجابي، لكن وراني ضد ان اي مواطن انت ولا غيرك، فيش بعد 17 فبراير تي منه صدام حفتر، لكن صدام صدامك انت مش صداميني انا بفضل الله والاحرار يقاتلوا في صدام وانت واقف معاه واقف في جنبه، لان عارفين لو يحكموا يديروا اسوا من هيك، ولذا مضحيين بكل شيء، مضحيين بكل شيء في سبيل انما يحكم الصدام اللي منعك من دخول ليبيا يا اسماعيل الشتاوي. وانت ايدت صدام انه يحكم ليبيا يا اسماعيل الشتاوي، ولو انتصر لقدر الله راهو حتى اني ما نقدرش نخشها، مش اني راهو مئات الاف الليبيين زي ما قال الحاج عبد الحميد الكزي، مئات الاف الليبيين مش حيقدروا يخشوا، لان صدام وابوه وخوته ما يجوا شيء قدام السعدي وخوته اللي هجموا على بيتك. طبعا مش عارف انت رديت علاقتك بهم ولا ما رديتش، لكن انا اذكر كلماتك ما زالت في اذني تماما على القدافي وصغار، ومسجله حتى فيديوهات يعني. نحن لا ننسى، وإن كان المطلوب منا أن ننسى، ولكن ما حدث لإسماعيل الشتاوي الذي نرفضه رفضا تاما مهما اختلفنا، يمشي القضاء يمشي المحكمة، أما تمنع من دخول ليبيا شنو هم ليبيا معقرها لك بوك أنت، مجرم ظالم يمشي للقضاء ويمشي المحكمة نقطع السطر،
أما قصة منع الليبيين من دخول بلادهم هذه تجاوزناها، لكن الطغاة والمستبدين نفس الشيء يريدون منا أن نبقى في هذه في 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 مشردين وحكم. فتخيل أن ضباط ومسؤولين ينفذوا في أمر صدام يا إسماعيل اشتوي في طرابلس. اسمك مش في المنظومة، أنا أؤكد لك الآن اسمك مش في المنظومة بقضية واضحة، والله ما هو مانعك واحد. ولما اسمك بيدخل في المنظومة يدخل بناء على أسس 1-2-3 رغم ما فيها من سلبيات، وانت جربتها استقبلوك استقبال حتى الرجال اللي قاتلوا ودافعوا لطرابلس ما استقبلوهم شك. شفناه كله، الرجال اللي ماتوا واللي قتلت وأمهات الشهداء وأباء الشهداء والله ما استقبلوا، واللي دافعوا لطرابلس والله ما استقبلوهم منك. بالعكس تلقى فرخ ما يسوى شيء ممكن يتطاول عليه، وهو انت ما شاء الله لي دعم لصدام ولحفتر ولبخمادة وشبحمني استقبلوك استقبال لطا ومنعوك. المهم تشني جمهور الاهلي انا صنديه ما همش من طرابلسية شني لا كلهم واحد، كل استقبلوا بغض النظر الآن. وراواني قلت لك مانيش حد طرابلس ولا أنا حد ليبيا، أنا دوري نمارس فيه اللي تعرف أنت يا إسماعيل الشتاوي من 2011 لما تخلى عنه، وإن شاء الله ما نتخلى عنه لين نموت إن شاء الله. لكن هذا اللي كنا نقول فيه ربي أثبته لك صوت وصورة. لكن مش هل يا أستاذ إسماعيل لين طقت فيك مش عرفت الظلم وعرفت الاستبداد وعرفت الدكتاتورية؟ احنا دفعنا في سبيل الموقف اللي صار لك انت دفعنا دماء ابنائنا. الموقف اللي صار لك واللي حسيت به دفعنا دماء ابنائنا يا استاذ اسماعيل الشتاوي. وان شاء الله ان شاء الله ما عاد تصير لغيرك. وأعتقد أنك أنت لو جيت لطرابلس حتدخل معزز مكرم زي ما قلت أنت. لكن هذه رسالة لكل الليبيين، لكل الليبيين بدون تخصيص. هالسنداسة ما قدموش اللي قدم إسماعيل الشتاوي لحكومة التنية وللقيادة العامة، وشوفوا شن داروا فيه. واسمح لنا أن نضرب بك مثل يا أستاذ إسماعيل الشتاوي، وبكل تأكيد أنت ترحب الآن بهذا لأنها وصلت فيك.